هلو يا بنات، عاملين ايه؟ تعالوا فرقوا روتين ضوافري. اول حاجه ببرد ضوافري مره واحده بس في الاسبوع وفي اتجاه واحد بس مش رايح جاي. تاني خطوه دي اختياريه للناس اللي عندها ريدجز او خطوط في ضوافرها، دي بتكون بسبب نقص فيتامينز معينه، فبستخدم النيل بافر مره واحده بس في الشهر عشان اساوي سطح ضوافري. تالت خطوه بقى مهمه جدا، بستخدم الكيوتيكل ريموفر مره واحده بس في الاسبوع، ده بيكون مسؤول ان هو يشيل الانسجه الميته في المكان ده. لو ما عندكمش تحطوا ايدكم في ميه دافيه. المكان ده مهم لانه بيكون مسؤول ان الضوافر تطول بشكل نظيف وصحي. بعدين نستخدم كيوتيكل بوشر، بحب الويت ستيكس بزق بيها بحركه دائريه بالراحه خالص. اخر واهم خطوه هو الكيوتيكل اويل او زيت الجلد المحيط للضوافر، طبعا دايما بتكلم عنه كتير، هو مسؤول عن تقويه وتطويل الضوافر وحمايتها من الكسر حتى بعد ما تطول. تلاقوا فيديو مفصل اسمه سر تطويل الضوافر بتكلم فيه ايه احسن الانواع ونجيبه منين ونعمله ازاي في البيت. انا بستخدمه كل يوم قبل ما انام وبعمل مساج كويس عشان اجري الدوره الدمويه. بس كده، لو عجبكم الفيديو متنسوش تدوسوا على الزر اللي تحت اسمي، تخشوا على الانستجرام عندي وتعملي لي فولو وتتفرجوا على كل حاجه بنزلها.